جميل، يعطيك العافية. طبعا عبد الإله مثل ما تعرف وأيضا بدور، منطقة حائل يعني تستضيف هذا الحدث الرياضي اللي هو رالي حائل تويوتا الدولي لمدة 17 عاما، كانت النسخة الأخيرة اللي 17 التي كان ختامها يعني قبل يوم أمس قبل يومين، وكان يعني في الحقيقة نجاح كبير وإشادة كبيرة بالتنظيم وبالجهود وأيضا استنفار لجميع الجهات الحكومية لهذا الحدث حتى يعني يليق بالمملكة وبمنطقة حائل. لا شك أن يعني هذه النجاحات لا شك أنها تأتي بدعم من القيادة الرشيدة. رالي حائل يعني أصبح رالي عالميا، يعني استمر لعدة سنوات حتى وصوله للعالمية، وأيضا هناك إشادات كبيرة حقيقة، خصوصا أنه كان هناك استضافة لأكثر من 20 دولة من العالم من متسابقين دول العالم. طيب، للحديث أكثر عن هذا الرالي وعن النجاحات وعن سر النجاحات واستمراريته، يسعدنا أن أستضيف معي سعادة الأستاذ عبد العزيز السيف رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي. صب عليك أستاذ عبد العزيز بالخير. بداية نرحب بك معنا عبر قناة الإخبارية. أول شيء نبارك لكم نجاح رالي حائل تويوتا الدولي في نسخته 17. دعنا نتحدث عن هذا النجاح الذي شهده رالي حائل في نسخته 17. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا أبارك لهذا الوطن الحقيقي نجاح هذا الرالي الذي سجل باسم المملكة العربية السعودية، وأبارك لمنطقة حائل لاحتضانها هذا الرالي ولتنظيمه بشكل جيد ورائع. الحقيقة حائل أثبتت فعلا أنها تستطيع أن تحتضن راليات عالمية، وأثبتت أيضا أنها تحتضن مناسبات عالمية أخرى. حائل طبيعتها والأماكن السياحية والتاريخية اللي في حائل الحقيقة تدعو إلى إقامة مثل هذه المهرجانات العالمية في منطقة حائل لوجود هذه الطبيعة الخلابة في منطقة حائل. طيب أستاذ عبد العزيز، دعنا نتحدث عن ما هو سر النجاح لهذا الرالي واستمراريته وعدم انقطاعه لمدة 17 عاما، بدي تحدثنا عن السر. الحقيقة طبعا رالي حائل 17 عام ممتد ودون انقطاع، وهذا يحسب للمملكة العربية السعودية لله الحمد، ويحسب أيضا لمنطقة حائل ولأبناء منطقة حائل. هناك عدة عناصر مهمة في نجاح رالي حائل. أول العناصر هو دعم قيادتنا الرشيدة لرياضة المحركات وللشباب ودعمها لرالي حائل. النقطة الثانية والعنصر الثاني وهو الحقيقة دعم صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد لهذا الرالي. الحقيقة هذا الرجل يقف على كل تفاصيل هذا الرالي منذ أن نبدأ منذ شهور حتى ينتهي الرالي ويختتم الرالي، ويعطي وقود الحقيقة للعاملين في الرالي، ويعطي وقود لنا للاستمرار في نجاحات الرالي المتكررة. والنقطة الثانية أن هذا الرالي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وهو تنوع الرياضات وجلب الرياضات العالمية، وهذا محور من ضمن محاور رؤية المملكة. النقطة الثانية هو التعاون والانسجام بيننا وبين الاتحاد السعودي للسيارات. الحقيقة هناك شراكة في هذا الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، هي الجهة المنظمة بموجب الأوامر السامية لهذا الرالي، وبالتعاون مع وزارة الرياضة. طبعا وزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي يشرفون الإشراف الفني على السباق ويدعمون هذا الرالي. جميل. شكرا لك أستاذ عبد العزيز، ونتمنى لكم التوفيق وأيضا الاستمرارية في رالي حائل تويوتا الدولي. شكرا شكرا، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح، والعام القادم نشاهد إن شاء الله نجاح نضيفه إلى نجاحات هذا السنة. شكرا جزيلا عبد العزيز. إذن عبد الإله، مثل ما شاهدت يعني كان هذا حديث الأستاذ عبد العزيز السيف رئيس اللجنة التنفيذية
لرالي حائل تويوتا الدولي. ومن المعلوم مثل ما ذكر أن رالي حائل تويوتا الدولي هي التي يعني الجهة التنظيمية له هي الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل برئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة للرالي وهو صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل. نعم عبد الله وسارة. عبد العزيز شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا عبد العزيز.